وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: أتدري أي آية أعظم معك من كتاب الله عز وجل؟ فقال رضي الله عنه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب على صدره عليه الصلاة والسلام وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك العلم أبا المنذر، حيث أدركت أن أعظم آية من كتاب الله هي آية الكرسي. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت.